شدد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية خلال مشاركته في منتدى الأمن الإقليمي حوار المنامة، شدد على أن هذه الأوقات الصعبة تعيد التأكيد على أهمية الانخراط بحوار فعال للخروج من الأزمات واستحداث حلول للسنوات المقبلة. وقال الزياني إن منطقة الخليج والشرق الأوسط عرفت عبر التاريخ تنافسا واسع النطاق على الأرض والموارد، مؤكدا على أهمية أن يفضي التنافس إلى التطور مع الموازنة بين المبادئ الوطنية والمصالح العامة وإحلال التعاون الإيجابي والمثمر مكان التنافس السلبي المدمر. منطقة الخليج والشرق الأوسط عرفت تاريخا طويلا مليئا بالتبعات السلبية لهذا النوع من التنافس، فخلال القرون قامت الدول والبلدان داخل وخارج الشرق الأوسط بالتنافس من أجل الأرض والموارد والنفوذ من خلال استخدام مختلف الأساليب العسكرية والسياسية وغيرها، وبناء على ذلك فإن المنطقة وشعبها عانت من نزاعات طويلة ومن معاناة إنسانية لا يمكن تخيلها، ما أدى إلى حرمانهم من فرصة تحقيق كامل إمكانياتهم. واليوم هذا التنافس ما زال قائماً، وفي الواقع هذا التنافس قد ازداد تعقيداً ودينامية وأصبح أكثر انتشارا مما كان عليه في السابق. في الواقع لربما فعلا قد تغلغل في نفوسنا وأصبح من باب الغرائز أن نتنافس مع الآخرين، والسؤال المطروح هنا هو كيف يمكننا أن نستخدم هذا التنافس بطريقة بناءة تشجع الابتكار والنمو والازدهار؟ كيف يمكننا أن نتأكد من أننا لا نتخلف عن الركب؟ وكيف نتأكد من أننا لا نترك أحدا يتخلف عن الركب؟ كيف يمكننا أن نتوصل إلى توازن بين مبادئنا الوطنية ومصالحنا العامة؟ كيف يمكننا أن نقوم بإنشاء عالم قابل على الصمود يعيش بسلام؟ في السياق العالمي الأوسع علينا أيضا أن نطرح السؤال التالي: كيف يمكننا كدول ومجتمعات أن نعزز التنافس بين الجهات الإقليمية والدولية من خلال التعاون بدل التواجه؟ فمن الأساسي أن نقر بالقيمة الكبيرة وبالإمكانات الكامنة من وراء الجهود التعاونية مقارنة بالإبقاء على دوامة مدمرة من العداوة.